السلاسل النصية. الآن سنتكلم عن عملية منطقية على سلاسل، ثم بعض الدوائر، ثم بعض الأساليب على سلاسل. لكن قبل ذلك قمنا بإنشاء ثلاث متغيرين. المتغير الأول بايثون space gba، والمتغير الثاني هو بي الذي يحتوي على سلسلة php. الآن سنختبر هل سلسلة A تساوي سلسلة B. واضح أن سلسلة A لا تساوي سلسلة B. هذا سببه أن هناك عناصر في السلسلة A، مثلا ليكن N أو O، غير موجود في السلسلة B. قلنا رمز التساوي للعملية المنطقية هو تساوي مرتين، ثم نكتب B، نضغط على أنتر، تلاحظون أنه أظهر لنا False. الآن سنختبر عدم التساوي. رمز عدم التساوي في بايثون هو علامة التعجب بعدها تساوي. لكتابة حرف التعجب سنضغط على الحرف طاء باللغة العربية، نكتب علامة تعجب ثم تساوي ثم ب، نضغط على انتر، تلاحظون انه اظهر لنا ترو، هذا يعني ان ا لا تساوي ب. الان سنختبر عدم الانتماء. لاختبار إذا كانت السلسلة مثلا A في سلسلة B، سنستعمل الكلمة المفتاحية إن، تلاحظون أنها ملونة بلون البرتقال، ثم نكتب B ثم نضغط على Enter، تلاحظون False. هذا سببه أن A غير موجودة في B. الآن سنجرب حرف آخر مثلا ليكون P مع سلسلة A. اضغط الان على اندري، تلاحظون انه اظهر لنا ترو، هذا يعني ان الحرف او السلسلة بي موجودة في سلسلة A. كما تلاحظون ان سلسلة A مبتدئة بالحرف بي. سنجرب مثلا مع سلسلة بي إجريك في سلسلة A، نضغط على اندري، تلاحظون انه اظهر لنا ترو. الآن سنتكلم عن بعض الدول بالنسبة للسلاسل. أول دالة سنتكلم عنها هي دالة str، التي هي اختصار لكلمة string. دالة str ملونة باللون البنفسجي، هذا يعني أنها مدمجة في بايثون. دالة str تعمل كبارامتر عدد إما حقيقي وإما عشري، العفو إما صحيح وإما عشري، وتقبل كذلك سلسلة أو قائمة أو تابل. عمل دالة str هو أن تحول القيمة التي قمنا بإدخالها كبارامتر إلى سلسلة نصية. مثلا لو نحن أدخلنا الرقم 5، ستقوم هي بتحويله إلى سلسلة 5 أو حرف 5. سنجرب الآن، قلنا أننا سندخل مثلا 5 أو 54، نغلق القوس، نضغط على انتر، تلاحظون انه اظهرت لنا رقم 54 بين علامتي تنصيص، هذا يعني انها قامت بقلب العدد 54 الى سلسلة 54. سنجرب دالة str مع عدد عشري، سنجرب مثلا مع 3.2 يعني 3.2، نضغط على انتر، تلاحظون انها اظهرت لنا السلسلة 3.2. سنجرب الان مع سلسلة نصية. هي سلسلة نصية، قلنا أنها تقوم بقلب المدخل إلى سلسلة نصية، هذا يعني أنها ستبقى نفسها، لن تغير فيها شيء. مثلا يكون الحرف A، ثم نضغط على أنتر، تلاحظون أنها أظهرت لنا A، يعني أنها لم تغير. هناك دالتان تعملان عكس عمل دالة str. الدالة الأولى هي init، والدالة الثانية هي float. الدالة init قلنا أنها تعمل عكس عمل دالة str، هذا يعني أنها إذا كانت دالة str تقبل عدد صحيح أو عدد عشري أو سلسلة أو قائمة list أو tuple، تقوم هي بتحويله إلى سلسلة، فإن العمل دالة init هو أن تحول سلسلة لكن إلى عدد صحيح فقط. يشترط للمدخل في الدالة init أن يكون أولا سلسلة، هذا أول شرط. ثاني شرط، يجب أن تكون حروف هذه السلسلة أعداد وليست حروف أو رموز، يعني أنها تقبل الحروف من 0 إلى 9 فقط. يعني لو أدخلنا
صفر مثلا نقطة اثنان سيرجع لنا خطأ. سنجرب الدالة init هي ملونة باللون البنفسجي، هذا يعني أنها مدمجة في بايثون وهي اختصار لكلمة integer. قلنا أنها تقبل سلسلة يعني أننا سنفتح رمز التنصيص ثم نكتب مثلا سلسلة 54، نغلق رمز التنصيص، نغلق قوس، ثم نضغط على انتر. تلاحظون أنها أظهرت لنا الرقم 45. الدالة init قلنا أنها تقبل سلسلة فقط، ويجب على السلسلة أن تكون مكونة من أرقام صحيحة، يعني لا يوجد أرقام عشرية. ماذا لو كنا نريد قلب سلسلة مكونة من أرقام عشرية إلى رقم عشري؟ مثلا السلسلة هنا 3.2، نريد أن نقلبها إلى العدد 3.2. هذا هو عمل دالة float. دالة float تكتب هكذا، نفتح القوس ثم نفتح علامة التنصيص، نكتب السلسلة التي نريد ادخالها مثلا 3.2 كما ذكرنا سابقا، نغلق القوس. تلاحظون انها قامت بتحويل السلسلة 3.2 الى الرقم 3.2. سنتكلم الان عن الدالة ORD. الدالة ORD تقبل كبارامتر سلسلة مكونة من حرف واحد، هذا الحرف إما أن يكون رقم أو يكون حرف يعني أبجدي أو يكون رمز لا يهم. عمل الدالة ORD هو إرجاع القيمة التي تمثل هذا الحرف العفو وفق معيار التشفير يونيكود. هذه القيمة ستكون عدد صحيح. سنجرب مثلا مع الأ صغير، قلنا أنها تقبل سلسلة يعني أننا سنكتب علامتي التنصيص ثم نغلق قوس. تلاحظون أنها أظهرت لنا الرقم 97، هذا معناه أنه الأ يمثل بالقيمة 97 وفق معيار التشفير يونيكود. هناك دالة أخرى تعمل عكس دالة ORD والتي هي CHR والذي اختصار لكاركتر. الدالة كاركتر تقبل كبارامتر عدد صحيح، تقوم هي بإرجاع الحرف الذي يمثل هذا العدد وفق معيار التشفير يونيكود. سنجرب مع العدد 97، تلاحظون أنها أرجعت لنا الحرف أ، هذا يعني أن CHR والدالة ORD متعاكستان في العمل. سنتكلم الآن عن بعض الأساليب على السلاسل. كنا فيما سبق لإظهار حرف من سلسلة كنا نكتب السلسلة ثم نفتح عارضة ثم نكتب دليل هذا الحرف ثم نغلق العارضة. سنجرب مثلا مع سلسلة أ، نفتح عارضة 0، نغلق العارضة. تلاحظون أنها أظهرت لنا الحرف B. لكن ماذا لو كنا نريد معرفة دليل هذا الحرف؟ نحن مثلا عندنا الحرف O من السلسلة A ونريد أن نعرف دليله. سنستعمل الأسلوب Index. A نكتب السلسلة التي نريد إجراء العملية عليها ثم نكتب نقطة ثم نكتب الأسلوب الذي نريد استعماله. نحن نريد استعمال أسلوب Index. نفتح العفو إندكس يعني الأ، نفتح الآن قوس ونكتب داخل القوس الحرف أو حتى السلسلة التي نريد معرفة دليله. إذا أدخلنا حرف فإنه سيقوم بإرجاع هذا الحرف، إذا قمنا بإدخال سلسلة سيرجع لنا دليل الحرف الذي تبتدئ منه السلسلة. الآن سندخل الحرف O مثلا، نغلق قوس. تلاحظون أنه أظهر لنا رقم 4، هذا معناه أنه الحرف O موجود في السلسلة 4 في ترتيب الرابع أو الدليل الرابع. سنجرب الآن مع سلسلة، قلنا Index، نفتح الآن قوس
نكتب السلسلة التي نريدها، مثلا نحن نريد او ان، نغلق الان القوس، نضغط على انتر، تلاحظون انه اظهر لنا الحرف 4، العفو الرقم 4. هذا معناه ان السلسلة او ان من السلسلة A تبدأ من الدليل الرابع، وقلنا ان الدليل هذا سيكون دليل اول حرف تبتدئ به السلسلة. اذا قمنا بادخال حرف غير موجود في السلسلة سيقوم بايثون بارجاع رسالة بان هذه سلسلة او الحرف غير موجود. سنجرب هذا اندكس، نفتح الان القوس ثم نفتح علامة تنصيص ليكون مثلا الحرف اكس، ثم نغلق علامة التنصيص ثم نغلق القوس، نضغط على انتر، تلاحظون انه اظهر لنا رسالة تقول value error، هذا يعني ان القيمة التي قمنا بادخالها هي خاطئة. الرسالة تقول star string not found، هذا يعني ان السلسلة الجزئية او الفرعية من السلسلة غير موجودة. الان سنتكلم عن الاسلوب count. الاسلوب count يقوم بارجاع عدد صحيح، هذا العدد صحيح هو يمثل عدد الحروف، عدد العفو عدد تكرار حرف او سلسلة في سلسلة اخرى ما. الان سنجرب مع بحال سلسلة او العفو a count يعني c o e n t، نفتح الان قوس ثم نكتب الحرف الذي او السلسلة التي نريد ادخالها، نحن مثلا سندخل الحرف او ثم نغلق السلسلة، نغلق الآن القوس، نضغط على انتر، تلاحظون أنه أظهر لنا 1، هذا يعني أن الحرف O موجود في السلسلة A مرة واحدة. إذا كان الحرف غير موجود سيرجع لنا القيمة 0، هذا ليس صعب، يمكنكم أن تجربوه بأنفسكم. الآن سنتكلم عن دالة find، بما أننا تكلمنا عن count سنتكلم عن دالة find. دالة find تقوم بإرجاع أول العفو، تقوم بإرجاع دليل الحرف الذي نريده، يعني عملها مثل عمل دليل الأسلوب index، غير أنها تختلف عن أسلوب index. إذا كانت هذه الحرف أو السلسلة غير موجودة سترجع لنا القيمة ناقص 1. سنجرب مثلا كما جربنا سابقا في الأسلوب index مع O، سنجرب find مع O كذلك. قلنا نكتب النقطة find ثم نفتح قوس ثم نفتح السلسلة، سنكتب O ثم نغلق القوس، تلاحظون أنه أرجع لنا رقم 4، هذا يعني أن الحرف O موجود في الدليل الرابع من السلسلة A. سنجرب مع الحرف X، قلنا أنه X لما جربناه مع دليل index أرجع لنا رسالة تقول value error string، العفو substring not found، هذا يعني أنه الحرف X غير موجود. سنجرب الحرف X هذه المرة مع الأسلوب find. find نفتح قوس ثم نكتب السلسلة X ثم نغلق السلسلة، نغلق القوس، تلاحظون أنه أظهر لنا القيمة ناقص 1. قلنا أنه الأسلوب find إذا أدخلنا فيه سلسلة غير موجودة في سلسلة أخرى فإنه لن يرجع لنا رسالة، وإنما سيرجع لنا القيمة ناقص 1، هذا يعني أنه هذا الحرف غير موجود في السلسلة. يمكن كذلك اختبار الأسلوب find مع سلاسل، سترجع لنا نفس القيمة إذا كانت غير موجودة، يعني سيرجع لنا ناقص 1. إذا كانت هذه السلسلة موجودة في سلسلة أخرى سيرجع لنا دليل أول حرف في السلسلة من السلسلة الكبرى. نتحدث على أسلوب replace. الأسلوب replace يقبل ثلاث معاملات كبارامترين. البارامترين الأوليين هما سلاسل، والبارامتر الثالث عدد صحيح موجب. البارامترين الأوليين إجباريين، يعني أنك لابد أن تعطي لهما قيمة، وقلنا أنهما من نوع سلاسل النصي. والبارامتر الثالث اختياري، يعني إما أن تعطي له قيمة وإما لا تعطي له قيمة. عمل الأسلوب replace هو أن يعوض
أول بارامتر بثاني بارامتر على حسب العدد الذي تقوم أنت بإعطائه. فمثلا لو أن البارامتر العفو السلسلة التي أو الحرف التي تريد تغييره موجود 5 مرات وأنت أعطيته العدد 3، فإنه سيقوم بتغيير هذا الحرف ل3 مرات الأول ثم يتوقف. سنجرب الأسلوب replace مع المتغير b. المتغير b يحتوي على سلسلة php، يعني أن ال p مكررة مرتين. سنغير نحن الحرف p b بعلامة الجمع مثلا، لكننا القيمة الثالثة أي أو البارامتر الثالث لن نعطيها له أي قيمة. إذا لم نعطي البارامتر الثالث أي قيمة، بايثون تلقائيا سيقوم بتغيير كل الحرف أو السلسلة التي طلبنا تغييرها. سنجرب هذا مع الأسلوب البريس. نكتب أولا اسم المتغير ثم نكتب نقطة ثم اسم الأسلوب. نفتح الآن القوس. قلنا أننا نريد تغيير حرف البي بعلامة الجمع. قلنا العدد لن نعطيه له أي قيمة. سنغلق مباشرة القوس، نضغط على Enter. تلاحظون أنه قام بإرجاع السلسلة زائد آش زائد، أي أنه قام بتغيير الحرف بي كلية، يعني أينما تواجد قام بتغييره بالحرف زائد. مثلا لو أن أعطيناه أن يغير البي الأول، يعني أننا سنعطي المتغير العفو البارامتر الثالث قيمة وتساوي إلى 1. سنجرب هذا. قلنا سنكتب بي ثم اسم الأسلوب ثم نقطة ثم اسم الأسلوب. نغلق الآن القوس، نضغط على أنتري. تلاحظون أنه قام بتغيير البي الأولى فقط. ماذا لو أننا أعطيناه في مكان 1 0؟ سنجرب هذا. نغلق الآن القوس، نضغط الآن على Enter. تلاحظون أنه لم يقم بتغييره أبدا. الآن سنتحدث عن أسلوب مهم جدا ومفيد بالنسبة للسلاسل النصية، ألا وهو الأسلوب Format. الأسلوب Format يعني ليس له عدد محدد من البارامترات، يعني يمكن أن تعطي قيمة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 كما تشاء أنت على حسب الاحتياج. عمل الأسلوب Format هو أن يدرج قيمة لمتغير وسط سلسلة. مثلا سنضرب مثال بالجملة The time is. هذه الجملة تحتاج إلى ساعات ودقائق وثواني. الأسلوب Format يضع المتغير الذي نريد وضعه بين عارضتين على حسب الترتيب، يعني أن العارضة الأولى للقيمة الأولى والعارضة الثانية للقيمة الثانية والعارضة الثالثة للقيمة الثالثة، مع إمكانية تغيير ترتيب القيم. سنتحدث عن ترتيب القيم فيما بعد، الآن سنضرب مثال يتضح عمل الأسلوب Format جيدا. قلنا أننا سنستعمل الجملة The time is. عفوا. الآن قلنا أننا سنقوم بفتح عارضة لمكان الساعات ثم نغلق العارضة. نكتب نقطتان ثم نفتح عارضة لمكان الدقائق، نغلق العارضة ثم نفتح عارضة لمكان الثواني، ثم نغلق السلسلة كلية. الآن نقطع ثم نكتب اسم الأسلوب Format. ما
نفتح الآن القوس، قلنا أنه العارضة ستأخذ القيمة على حسب الترتيب. مثلا نحن ستكون عندنا ساعة مثلا 10:12 و19 ثانية، سنكتب القيمة 10 ثم فاصلة ثم 12 ثم فاصلة ثم 19. نغلق الآن القوس، نضغط الآن على انتر. تلاحظون أنه قام بإرجاع السلسلة the time is 10:20:19. هذا عمل الأسلوب فورميت. قلنا أنه يمكننا تغيير ترتيب القيم، هذا سببه أن هذه العوارض مرقمة بأدلة، يعني أن القيمة الأولى لها دليل صفر، قلنا أنه الدليل يبدأ دائما من الصفر، والقيمة 12 لها دليل واحد، والقيمة 19 لها دليل اثنان. نحن لو كنا مثلا نريد أن نغير القيمة 12 ونضعها مكان العارضة الأولى والقيمة 10 مكان العارضة الثانية، هناك طريقتان. الطريقة الأولى هي نفس هذه الطريقة، يعني أننا سنكتب العوارض فارغة، لكننا سنقوم بتغيير القيمة 12 هنا والقيمة 10 هنا، لكن هذه الطريقة غير فعالة وغير مجدية. يعني في المستقبل ستلاحظون أنها ستشكل لكم عراقيل، وخاصة أن هذا مثال بسيط فقط. نحن لن في المستقبل يعني لن تفيدك استعمال قيم، استعمال متغيرات هو الأحسن، لذلك ستضطر إلى استعمال أدلة. فمثلا لو كنت تريد أن تضع القيمة 10، القيمة العاشرة مثلا، ليس القيمة 10، القيمة العاشرة مثلا في المكان الأول، سترقمها، ستضع دليلها بالنسبة للبارامترات بالنسبة لأسلوب فورميت، وتضع دليلها في السلسلة، هذا أحسن. الآن سنجرب، قلنا أننا سنضع 12 في العارضة الأولى، يعني أنه سيكون يعني في العارضة الأولى سنضع دليل 12، قلنا أنه دليل 12 هو الواحد، لماذا؟ لأنه الدليل دائما يبدأ من الصفر، سيكون دليل 10 صفر، ودليل 12 واحد، ودليل 19 اثنان. قلنا أننا سنضع 12 هنا، يعني أننا سنكتب دليلها هنا وسيكون الواحد، والعشرة سنضعها هنا، يعني أنها ستكون العارضة الثانية تحتوي على القيمة صفر، هذا دلالة على أنها ستضع مكان العارضة المتغير أو القيمة التي دليلها صفر بالنسبة لبارامترات الأسلوب فورميت. سنجرب هذا ليتضح المقال مع نفس الجملة the time is، نفتح الآن عارضة، العفو، داخل العارضة قلنا نكتب دليل القيمة التي نريد وضعها مكان العارض، نحن نريد وضع القيمة 12، دليل القيمة 12 هو الواحد. نقوم الآن بإغلاق العارضة ثم نكتب نقطتان ثم نفتح عارضة، نحن نريد أن نضع هنا القيمة 10 ودليل 10 هو صفر. نغلق الآن العارضة ثم نفتح عارضة أخرى، هنا سنضع دليل القيمة 19 والتي هي 2. سنغلق الآن العارضة، نغلق السلسلة كلية ثم نكتب نقطة ثم اسم الأسلوب فورميت. نفتح قوس ونكتب القيم التي نريد نضعها مكان العوار، سنكتب 10 ثم 12 ثم 19 ونغلق القوس ثم نضغط على انتر. تلاحظون انه قام بوضع القيمة 12 في المكان الاول والقيمة 10 في المكان الثاني والقيمة 19 في المكان الثالث. قلنا ان الاسلوب فورميت مهم ومفيد جدا بالنسبة للسلاسل، ربما فائدة الأسلوب فورميت لن تظهر في هذه المستويات المبتدئة، ربما عندما نتطرق إلى الدالة التي هي للطباعة والتي هي الدالة print
ستظهر فائدة الأسلوب فورميت أكثر. الآن سنتحدث عن الأسلوب كابيتالايز. الأسلوب كابيتالايز يحول أول حرف في السلسلة، قلنا أول حرف يعني أن إذا كانت السلسلة تبتدئ برمز أو رقم فلن يعمل الأسلوب كابيتالايز، لكنه لن يرجع لنا رسالة تنبئنا بخطأ، سيرجع لنا السلسلة كما هي فقط. الأسلوب فورميت يحول أول حرف في سلسلة إلى أبر كيز أو الماجيسكيل إذا كان على حالة اللور كيز أو المينيسكيل، إذا كان مينيسكيل سيقلب إلى ماجيسكيل، أما إذا كان ماجيسكيل فسيتركه على حاله وسيرجع لنا السلسلة كما هي. سنجرب الأسلوب كابيتالايز مع المتغير مثلا A. المتغير A يحتوي على السلسلة Python space GVA، يعني المفترض أنه سيرجع لنا البي ماجيسكيل. سنكتب المتغير A ثم اسم الأسلوب كابيتالايز. نفتح الآن قوس ثم نغلقه، يعني أنه لا يحتمل بارامترات. تلاحظون أنه قام بقلب الحرف P إلى الأبر كيس وترك لنا الجي، يعني أنه أول حرف في السلسلة قام بقلبه ثم يتوقف. قلنا أن إذا كان أول حرف ليس حرف يعني أنه ليس أبجدي، وننبه إلى أن الحروف الأبجدية في الأبر كيز أو اللور كيز هي فقط الحروف اللاتيني يعني من الأ إلى الزد، مثلا الحروف العربية لن يصدق عليه هذا، كذلك الحروف الصينية. الآن ماذا لو كنا نريد أن نقلب الحرف بي والحرف جي، يعني أننا سنقلب كل سلسلتين حروف فصل بينهما رقم أو رمز أو حرف غير الحروف، يعني غير الحروف اللاتيني. مثلا مثل هنا لدينا الحرف سبيس يعني أنه ليس بحرف لاتيني. هنا سنستعمل الأسلوب تايتل. قلنا أنه تايتل يعمل على قلب أول حرف من سلسلتين فصل بينهما رقم أو رمز. سنجرب مع المتغير A. نفتح الآن القوس ثم نغلقه، نضغط الآن على Enter. تلاحظون أنه قام بقلب الحرف P أو الحرف G وكذلك الحرف G. الآن ماذا لو كنا نريد قلب الحروف كاملة إلى الأبر كيز؟ سنستعمل هنا الأسلوب أبر. نضغط الآن على Enter. تلاحظون أنه قام بقلب الحروف كلها إلى الأبر كيز. ماذا لو كانت لدينا سلسلة في حالة الأبر كيز نحن نريد قلبها إلى اللور كيز؟ هنا يأتي عمل الأسلوب لور. سنجرب هذه المرة ولكن سننشئ سلسلة جديدة، لأنه ليست لدينا سلسلة كل حروفها أبر كيز، سنقوم بإنشاء سلسلة جديدة أو يمكنكم كذلك إنشاء متغير جديد. نحن سننشئ الكلمة Python لكن في الأبر كيز، العفو إيه العفو نعم نعم في الأبر كيز. نقوم الآن بالعفو، أغلق السلسلة ثم نستعمل أسلوب lower.
نغلق الآن القوس، العفو، نفتح قوس ثم نغلقه، نضغط على انتري. تلاحظون أنه قام بقلبها إلى الأبر، العفو، اللور كيس. هناك أسلوبان أردنا ذكرهما، وهما الأسلوبان start with or end ends with، والأسلوب starts with. الأسلوب starts with والأسلوب ends with يقبلان كبارامتر ثلاث معاملات. المعامل الأول هو سلسلة، المعاملان ثانياً أعداد صحيح. المعاملان ثانياً اختياريان، يعني إما نعطي لهما قيمة وإما لا نعطي لهما قيمة. أما المعامل الأول الذي هو سلسلة فهو إجباري. الأسلوب start with والأسلوب end with كل واحد منهما اسمه يوحي بعمله. فالأسلوب starts with يختبر هل إذا كانت السلسلة تبتدئ بالسلسلة التي تريد أن تضعها كبارامتر، والبارامترين الآخرين هما المكان الذي تبدأ منه السلسلة إلى الآخر الدليل الذي بعد الذي تنتهي فيه السلسلة. إذا لم تعطي هذه البارامترين سيبدأ هو من أول السلسلة إلى أن تنتهي السلسلة التي قمت بإعطائها أنت. كذلك الأسلوب ANDS WITH يرجع قيمة منطقية، يعني إما TRUE إما FALSE، مثل الأسلوب AND STARTS WITH يرجع، قلنا يرجع قيمة منطقية إذا كانت السلسلة الكبرى تنتهي بالسلسلة التي تريد أن تختبرها، هل تنتهي بها سلسلة كبرى أم لا. وكذلك البارامترين ستعطيه القيمة التي تبتدئ منها السلسلة التي تريد أن تختبرها، هل تنتهي بها سلسلة كبرى أم لا. وكذلك البارامتر الثاني الذي هو الدليل الذي تنتهي قبله ليس عنده، يعني قبله السلسلة التي تريد أن تختبرها. سنجرب بمثال يتضح المقال أحسن، ولكن قبل ذلك سنقوم بإنشاء متغير سي. هذه المتغير سيحتوي مثلا على سلسلة بيث، يعني ننشئ المتغير سي لتسهل علينا العملية. يعني كل مرة نكتب السلسلة بيثون هذا سيكون متعب نوعا ما وطويل. قلنا أننا سنختبر أسلوب، نبدأ أولا على حسب الترتيب، سنبدأ بالأسلوب start with ثم الأسلوب end with. سنعطي نحو السلسلة بي إجراك، ولن نعطيها للبارامترين الاختياريين قيمة، ثم نعطي لكل واحد منهما قيمة وننظر النتيجة ماذا يحدث. قلنا نكتب الأسلوب start with نفتح الآن قوس ثم نكتب السلسلة التي نريد أن نختبرها، نحن قلنا سنختبر السلسلة بي جراك، ثم نغلق السلسلة ثم نغلق القوس مباشرة، نضغط على أنتري. تلاحظون أنه أرجع لنا القيمة المنطقية True، هذا يعني أن المتغير سيبتدئ حقا بالسلسلة بي جراك، كما تلاحظون أنها مبتدئة بي جراك. الآن سنجرب، لكن هذه المرة سنعطي قيم للبارامترين، لكن قبل ذلك سنقوم بتحديد الدليل الذي تبتدئ منه السلسلة بي. كما تلاحظون أن بي هو أول حرف في السلسلة بيث، يعني أن السلسلة بي إجراك تبتدئ من الدليل صفر، والحرف الذي تنتهي قبله هو الحرف تي، لأن السلسلة بي إجراك تنتهي قبل الحرف تي. نحن سندخل في مكان الدليل الذي نريد أن تنتهي عنده الحرف السلسلة، العفو، قبل السلسلة بيجراك، سنعطيها دليل الحرف تي. لماذا؟ لأن السلسلة بيجراك موجودة في الدليل صفر وموجودة في الدليل واحد. لو أننا أعطيناها مثلا دليل الحرف إجراك الذي هو ينتمي للسلسلة بيجراك،
لو أننا أعطيناه دليل الواحد بايثون سيفهم من هذا أن السلسلة بيجريك موجودة في الدليل صفر فقط، لأنه لن يقوم بإدخال القيمة واحد، لأنه يعتبرها القيمة التي تنتهي قبلها ليست القيمة التي تنتهي عندها السلسلة، كما قلنا في تقنية سلايس أو الشرائح. سنجرب قلنا مع إعطاء قيم للبارامترين، سنجرب سنكتب نقطة ثم نكتب الأسلوب start with، عفوا أنا كتبت الكلمة خطأ، الآن سنقوم بإعطاء السلسلة التي نريد اختبار تواجدها والتي هي السلسلة بي إجراك ثم فاصلة ثم نعطي دليل الذي تبتدئ منه السلسلة والذي هو الصفر، يمكننا ألا نعطيها أي قيمة، ثم فاصلة ثم دليل الذي تنتهي قبله ليس عنده، ننبه إلى أن الذي تنتهي قبله، قلنا السلسلة تنتهي قبل الحرف تي، سنضع دليل الحرف الذي تنتهي قبله يعني دليل الحرف تي والذي هو 2، ثم نغلق القوس، نضغط على انتري، تلاحظون انه اظهر لنا القيمة ترو. كذلك لو اننا لم نعطي القيمة صفر مباشرة، اعطينا القيمة 2، ستظهر لنا هذه خطأ. لماذا؟ لأن عند إعطاء قيم للمتغيرين أول قيمة ستكون للمكان للدليل الذي تبتدئ منه السلسلة، ثم ثاني قيمة ستكون للمكان الذي تنتهي في قبله السلسلة. نحن إذا أعطينا مثلا بي ثم 2، سيفهم بايثون من هذا أن يختبر هل السلسلة بي متواجدة ابتداء من الدليل 2 إلى آخر السلسلة التي هي بايثون. يعني أردنا التنبيه إلى هذا، أننا إذا أعطينا قيمة للمتغير أول قيمة سنعطيها ستكون للدليل الذي تبتدئ منه السلسلة، أما آخر قيمة ستكون للدليل الذي تنتهي عنده السلسلة. ننتقل الآن إلى الأسلوب AND WITH حتى لا نطيل الكلام، يعني يمكنكم أنتم أن تجربوا هذا بأنفسكم، يعني لا أحسن من أن تجربوا بأنفسكم أنتم، هذا سيفيدكم أكثر. نحن نتجنب الإطالة في الفيديو والإطالة في الشرح حتى لا تملون. قلنا سنجرب مع الأسلوب AND WITH، عفوا نسيت أن أكتب الحرف تي، أفتح الآن قوس ثم اختبر مثلا لتكون سلسلة ON، كما تلاحظون أن كلمة بايثون تنتهي بسلسلة ON، أو يمكنني أن أضع الحرف N، سنضع الحرف N لنجرب بسلسلة تحتوي على حرف فقط، ثم نغلق القوس، نضغط على أنتري، تلاحظون أنه أظهر لنا ترو. كذلك لو وضعنا السلسلة ON سيظهر لنا ترو لأن حقيقة السلسلة بايثون تنتهي ب ON. قلنا نفس الشيء بالنسبة للبارامتر الاختياريين بالنسبة لأسلوب AND WITH، أول بارامتر من البارامترين الاختياريين يعني دليل الذي تبتدئ منه السلسلة، وآخر دليل سيكون دليل الحرف الذي تنتهي قبله السلسلة. ربما نحن مثلا الحرف N سيكون دليله 5 بالنسبة للسلسلة بايثون، إذا أردنا أن نختبر هل السلسلة بايثون تنتهي بسلسلة ON، سنضع دليل الذي تبتدئ منه السلسلة وهو دليل الأو، دليل الأو سيكون 4، ثم دليل الحرف الذي تنتهي قبله السلسلة، كما تلاحظون أن السلسلة ON تنتهي وهي موجودة في دليل 5، يعني أنها تنتهي كلية قبل الدليل 6، نحن سنضع دليل 6 لن نضع دليل 5. نفس الشيء كما قلنا بالنسبة للأسلوب start with، سنجرب هذا وسيكون آخر مثال في درسنا. AND WITH
نفتح الآن قوس ثم نكتب السلسلة ON. نفتح الآن، العفو، نكتب فاصلة، قلنا نكتب دليل الذي تبتدئ منه السلسلة ON. السلسلة ON تبتدئ من دليل 4، لماذا؟ لأنه دليل الحرف O، ثم فاصلة، ثم دليل الحرف أو دليل الذي تنتهي قبله السلسلة. نلاحظ أن السلسلة ON تنتهي قبل الدليل 6، ثم نغلق القوس، نضغط على Enter، تلاحظون أنه أظهر لنا القيمة True. ماذا لو أعطينا في مكان الدليل 6 الدليل 7؟ سنجرب هذا. سنكتب السلسلة ON ثم فاصلة ثم 4 ثم 7. كنا سابقا قلنا أنه المثال، يعني هذا الذي اختبرنا فيه الأربعة والستة، سيكون آخر مثال، لكن فجأة طرأ لي هذا السؤال، يعني ماذا لو أضعنا مكان العدد 6 العدد 7؟ أنا حقيقة لا أعرف، ولكن أردت أن أختبر، وأردت لكم أن تستفيدوا مثل ما سأستفيد بإذن الله. لم يظهر لنا أي شيء، يعني القيمة ترو دلالة على أنه لو أعطينا حتى دليل أكبر من طول السلسلة فإنه سيرجع لنا القيمة true.